بنوصل كلمه للمجلس الاعلى لغايه ما يصلحها، بنقول له يا ريت يا ريت المشير يتنحى على اللي هو فيه عشان البلد حالها ينسرح، عشان الناس كلها تشوف حالها. وانت عارف يا مشير يا طنطاوي، مش هقول بقى يا سيد ولا اقول يا ليه ولا اقول اي حاجه، انا اقول لك يا مشير يا طنطاوي، انت عارف مين فساد في البلد وانت بتداري عليهم، واحنا شباب صغيرين بنقول لك هنحاكمهم. اذا مش انت هتحاكمهم احنا هنحاكمهم ونحاكمك معاهم كمان، مش هقول اكتر من كده تاني. هو عارف الباقي، هو عارف مين، بس اسمع الباقي كلها بس. سندوتشات طعمية، مش كنتاكي و100 جنيه وكنس وخربوا الدنيا. اللي احنا بنعمله ده لمصلحة الدنيا في حالها، الشعب كله لمصلحة الشعب كله. يا ريت انا بتكلم كفرد لوحدي، يا ريت بتكلم كفرد لوحدي. المفروض الراجل اللي جاي بيخلص ورق، المواطن اللي جاي بيخلص ورق حضرتك يبقى عارف ان ده بيتعمل عشانه، هو جاي عشان ورقة. انت هنا مكان الموظف اللي جوه، فلازم تعامله. صوتك العالي ده وحش، احنا كلنا واحد، كله واحد. علي الموظف اللي جاي ده